دكتور أسامة وأستاذة رولا، أنا دائما سعيدة بلقائكم ودائما أستمتع وأستفيد في كل مرة أجلس وأتكلم فيها معاكم. أتمنى لكم كل التوفيق في عرضكم الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا ست سارة على هذه المقدم الظريف، وإحنا دائما سعيدين برؤيتكم ورؤية بقية الزملاء في إمكان اللي هو شريك للأكاديمية الملك راني لتدريب المعلمين. بدأ يعني بحب نوجه الشكر للجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف التجارية السعودية، وطبعا على إتاحة هذه الفرصة إنه نخرج ونتحدث مع زملاء في المملكة العربية السعودية، وأعتقد أنه أيضا في بعض الحضور من خارج المملكة. وشكر موصول لشركة إمكان، الفريق المميز دائما طبعا اللي بدأت شراكتنا معهم زي ما تفضلت من 2019 ومستمرة إن شاء الله، سواء كان بنحكي عن إمكان وأيضا بنحكي عن أعناب اللي هي سيستر أورجنايزيشن بنعتبرها لإمكان. فشكرا لكم. اليوم راح نبدا بنبذه بسيطه جدا عن اكاديميه الملك راني لتدريب المعلمين، ثم بعد ذلك راح اترك المجال الصعب كثير للست رولا، هي اللي راح تحكي بشكل اكبر عن خلينا نحكي الدروس المستفاده. زي ما تفضلتي ساره، احنا تقريبا معنا 30 ل 35 دقيقه، راح نحاول نجيب على ثلاث تساؤلات رئيسيه في هذه الجلسه الحواريه. السؤال الاول اللي هو ما أهمية التطوير المهني، وهذا سؤال بديهي جدا، سواء التطوير المهني بنحكي للمعلمين أو للقادة المدارس أو للإداريين. السؤال الثاني اللي هو كيف ممكن أن نصمم برامج تطوير مهني فاعلة؟ ما هي مواصفات برامج التطوير المهني الفاعلة؟ والسؤال الثالث أيضا هو راح يعتمد على مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وفيما بعد أنشئ أيضا شبكة للقيادة المدرسية وشبكة للدراسات الاجتماعية. في 2013 أيضا كانت محطة جديدة في مسيرة الأكاديمية هي إطلاق برنامج الدعم النفسي الاجتماعي. هذا برنامج جاء استجابة لحاجات خلينا نحكي الطلبة السوريين والأطفال المعرضين للصدمات والأزمات في داخل الأردن، حيث تم العمل مع المعلمين اللي بيقدموا هذه الخدمات لهؤلاء الطلبة، اللي هو برنامج دعم نفسي اجتماعي، وهذا من البرامج اللي احنا بنفتخر فيها وما زالت مستمرة. 2016 تم إطلاق في المملكة الأردن الهاشمي تم إطلاق استراتيجية الوطنية للموارد البشرية، واحد منها كان هو إطلاق برنامج دبلوم إعداد تأهيل المعلمين ما قبل الخدمة للبري سيرفيس تيشرز، لأنه هذا بداية خلينا نحكي تأسيس لتحسين التعليم قبل ما يدخل المعلم ويمارس مهنته. تم تطوير هذا البرنامج مثل ما تفضلت ست سارة، احنا كل البرامج تم تطويرها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين والمحليين أيضا. فهذا الدبلوم المهني تم تطويره بالتعاون مع كلية لندن الجامعية بمعهد التعليم الانستيتيوت اوف ادوكيشن، اللي هو يعني اخر 8 سنوات خلينا نحكي افضل معهد للتعليم في العالم. بنفس الوقت ايضا لا يمكن الحديث عن معلم بدون ما يكون فيه دعم ورديف له، اللي هو القائد المدرسي. ويعني تاريخيا في الأردن كان التركيز أكثر على تطوير المهارات الإدارية عند القادة وليس المهارات التعليمية، فمن هون جاء هذا الدبلوم أيضا دبلوم مهني مدته 9 أشهر اللي بيركز على العملية التعليمية، كيف ممكن نصنع قائد تربوي يركز على عملية التعلم وليس على العملية الإدارية اليومية من حضور وغياب ومتابعة لشؤون الموظفين، ولكن كيف ممكن نخلق قائد يستطيع قراءة البيانات؟ كيف ممكن يستطيع قائد أنه يدخل على الغرفة الصفية ويعمل ملاحظة للعملية التعليمية؟ كيف ممكن يتواصل مع أولياء الأمور؟ كيف ممكن يخلق بيئة ومناخ تنظيمي داخل هذه المدرسة اللي هي مؤسسة بحد ذاتها؟ فمن هنا أيضاً جاء إطلاق هذا الدبلوم بالتعاون مع جامعة كينيتيكت في الولايات المتحدة الأمريكية. الحمد لله بال 2019 بدأنا بتعميم تجربة الأكاديمية على الجامعات الأردنية فيما يتعلق بالدبلوم المهني لإعداد المعلمين. فال 2019 بدأت واحدة من الجامعات الحكومية بتبني هذا الدبلوم، جامعة مؤتة، وفي عام 2021 جامعة مؤتة، وال 2021 حاليا
انتقل هذا البرنامج ليتم تقديمه من الجامعة الأردنية، من قبل الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك والجامعة الهاشمية، اللي هو فاليوم بنحكي أنه أكبر أربع جامعات حكومية في الأردن تبنت النموذج الناجح اللي قدمته الأكاديمية خلال 5 سنوات القادمة الماضية فيما يتعلق بالدبلوم المهني. بال 2020 يعني كان في محطة جديدة بالنسبة لنا، هو الانتقال في معظم برامجنا إلى التعليم المتمازج أو التعليم عن بعد، وجزء منه كان استجابي لجائحة كورونا، لكن أيضا هذا هو كان جزء من توجهاتنا في خطتنا الاستراتيجية خلال 5 سنوات من 2020 لل 2025. فالحمد لله كان انتقال سلس بالنسبة لنا بتحويل برامجنا بكافة البرامج، سواء ما يقدم للمعلمة أثناء الخدمة أو ما قبل الخدمة أو البرامج التدريبية القصيرة أو الطويلة، اليوم يتم تقديمها إما وجه لوجه أو انتقلت إلى النموذج المتمازج. طبعا هذه البرامج لا يمكن أن تتم بدون شراكات مميزة، وتفضلت فيها ست سارة. يعني إحنا بنفتخر بشركائنا، وأعتقد يعني سواء بنحكي عن شركاء أكاديميين من جامعة لندن، سواء بنحكي عن جامعة هارفارد، هذه كل الأسماء الموجودة أمامنا على الشاشة هذه لدينا شراكات. الشراكات تتمثل في أكثر من شكل، معظمها يتم تصميم البرنامج بالشراكة معهم، وأحيانا يتم تنفيذ البرنامج في مراحله الأولى، ثم بعد ذلك طبعا ينتقل البرنامج ويتم تنفيذه من قبل الفريق الأكاديمية المؤهل لتقديم هذه البرامج. يعني إحنا شركائنا الرئيسيين داخل الأردن طبعا الجامعة الأردنية، وزارة التربية والتعليم، حاليا بننفذ حتى برنامج مع الجامعات مع وزارة التعليم العالي. عندنا مثلا في الامارات هيئه الشارقه للتعليم الخاص شركائنا، منذ عامين بنقدم معهم مجموعه من العديد من البرامج. داخل المملكه العربيه السعوديه المركز الاقليمي لليونسكو لجوده التعليم اعناب طبعا شركائنا، حاليا بننفذ برنامج مع المجلس الاسلامي في سنغافوره لتحسين اللغه العربيه في مدارسهم. فالحمد لله بدانا بالانتقال وتقديم هذه الخبرات والبرامج خارج الاردن. وهذا طبعا في دروس مستفادة، عشان هيك احنا دائما الحمد لله نسعى إلى تقديم الأفضل زي ما تفضلتي، ونتعلم ونعلم ونشارك هذه الخبرات. وإحنا اليوم هذه الجلسة هي جزء من مشاركة الخبرات الأكاديمية اللي تم تراكمها خلال 10 سنوات، فاليوم راح نعطيكم الزبدة يعني. وطبعا السترولة هي أقدر على هذا التقديم كونها هي مديرة البرامج والمسؤولي بشكل مباشر عن الفنيات، فأعتقد راح أتوقف هون وانتقل سترولا، لكن طبعاً راح نأخذ الأسئلة سوية. شكراً. شكراً دكتور أسامة، وشكراً أستاذة سارة على المقدمة، ومساء الخير جميعاً، وأهلا وسهلا بكم من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين. رح أتحدث في هذا اللقاء عن أهمية التطوير المهني. مثل ما قال الدكتور أسامة، أثر التطوير المهني في تحصيل الطلبة وتقدمهم، التطوير المهني الفاعل، دروس مستفادة وتوصيات، وكل هذا مبني على تجربة أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين من خلال برامجها العديدة واللي مرت بمراحل التطوير والتنفيذ ودراسة الأثر. فبداية نقول يعني قيمة التطوير المهني للمعلمين والقادة التربويين هي الدور الجوهري الذي تلعبه في تحسين التعلم. فعندما تكون أنشطة التطوير المهني مصحوبة بخطة تقييم مصممة جيداً لتحديد فاعليتها، تكون نتائجها لها أثر على أدائهم الوظيفي، لها أثر على فاعلية المؤسسة، لها أثر على نجاح وتحسن أداء المتعلمين. وبذلك تسعى المدرسة في رؤيتها إلى الوصول لدرجة الإتقان والتميز. وطبعاً دائماً إحنا نستند إلى الدراسات والأبحاث، فالعديد من الدراسات والأبحاث تشير إلى أثر تطوير القيادة المدرسية في تحصيل الطلبة. فبيشير البحث اللي أجراه روبرت مايزانو وتيموثي ويترز وبراين ماكنالتي أنه عند تحسين القدرات القيادية بنسبة 34% هناك زيادة 10% في تحصيل الطلبة. والبحث أيضاً أوضح أن هناك زيادة متوقعة بنسبة 22% في تحصيل الطلبة
عندما تتحسن القدرة القيادية من 50% إلى 99%. والدليل الآخر أيضاً هو نتائج الاختبارات الدولية والتي تبين أفضل الأداء لطلبة بلدان مثل سنغافورة وفنلندا وكوريا. والشيء المشترك مثل ما كنا بنعرف في هذه الدول هو التزام المعلمون بالتطوير المهني وتركيزهم في التعلم القائم على الاستقصاء. فلهذا السبب في الشرائح الثلاث اللاحقة بالإضافة لهذه الشريحة بحب أستعرض معكم التطوير المهني الفاعل، أولاً من حيث التصميم، ثانياً من حيث المحتوى، وثالثاً من حيث الاستدامة. وفي خلال العرض كمان بحب أشارك معكم أمثلة من برامج الأكاديمية. فمن خبرتنا في برامج التطوير المهني وجدنا أهمية تصميم وتطوير البرامج بناء على الدراسات العالمية ذات الأثر والاعتماد على الأبحاث والتأكد من تحقيق الأهداف الوطنية في التعليم وتطوير البرامج مع جهات ذات خبرة بالتطوير المهني. فمن خلال تجربتنا حرصنا على تحقيق هذه الأمور بشراكاتنا المختلفة يمكن اللي ذكرها الدكتور. فمثلاً تم تطوير دبلوم القيادة التعليمية المتقدمة بالشراكة مع جامعة كونتيكت، وطور الدبلوم المهني في التعليم بالشراكة مع معهد التربية في كلية لندن الجامعية، وأيضاً برنامج التنمية المهنية أثناء الخدمة تم تطويره بالشراكة مع جامعة كولومبيا، وغيرها من البرامج اللي تم تطويرها مع مؤسسات عالمية. ولكن وفي كل برنامج كان لابد من تحقيق الأهداف الوطنية، كان لابد من الحرص أيضاً على مواءمة المحتوى للسياق على الصعيد المحلي وفي المنطقة أيضاً. فمن حيث المحتوى يمكن معظمنا نعرف أنه الدراسات تدل أن أثر التطوير المهني يكون أكبر إذا كان التطوير بالمبحث والتخصص. لذلك فإن التركيز على بيداغوجيا المباحث المتخصصة والمرتبطة بالمناهج الوطنية والدولية مهم جداً، بالإضافة إلى أهمية التطوير المهني المرتبط باحتياجات المعلمين. يعني هاي مسألة جداً مهمة إنه يكون مرتبط باحتياجات المعلمين والإدارة التعليمية. وأيضاً وجدنا من خلال برامجنا إنه البرامج التي تترك أثر هي تلك البرامج التي تحتوي على دورة تعلم واضحة تساعد المعلم على بناء المعرفة والمهارة تدريجياً. فمثلاً عندنا في برنامج الابتكار في التعليم دورة التعلم عندنا بدأت بمرحلة التعلم أولاً اللي هي من خلال مقدمة عن المفاهيم ماذا ولماذا وكيف، ومن ثم التطبيق. وبالتطبيق يقوم المشاركون بتجربة التطوير وتطوير المهارات بأنفسهم، وبعد ذلك الممارسة التنفيذ على واقع البيئة التعليمية، وأخيراً الاستدامة للتأكد من قابلية الممارسة التدريسية للتكرار والاستدامة. فهي مراحل ودورة تعليم تبدأ بالتعلم، التطبيق، الممارسة، الاستدامة. نقطة ثانية جداً مهمة هي أنه الآن ومع سهولة الحصول على المعلومة من أي مكان أصبحت الحاجة ملحة للتطوير الشمولي للطلبة في جميع الجوانب المعرفية والمهارية والقيم والاتجاهات. وهذا طبعاً ما يطلبه سوق العمل الآن، وهذا يبدأ بتطوير مهارات المعلم حتى يستطيع نقل هذه المهارات لطلبته. وكمثال على ذلك في الدبلوم المهني في التعليم نركز على مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات وتطوير مهارات التواصل، تعزيز التعلم الذاتي، الإبداع في تطبيق المعرفة، تأمل الممارسات،
هذه كلها مهارات مهمة جداً لازم يمتلكها المعلم حتى يقدر ينقلها لطلبته. في المرحلة الثالثة هون بنحكي عن الاستدامة. فتجربتنا علمتنا ضرورة وجود إطار عام يقيس جودة العمليات التعليمية، وهذا أيضاً طبعاً ينطبق على العمليات التعليمية اللي بتتم بالمدرسة، وبتيح لنا الوقوف على مجموعة من المعايير والمؤشرات المستندة على الأدلة حتى نقدر نوضع خطة تطوير تنهض بمستوى المدرسة وتحسن من أدائها لتخريج جيل من المتعلمين القادرين على المساهمة في بناء المجتمع. بالإضافة إلى أهمية ضبط الجودة وضمان الجودة لتحسين وتطوير العملية التعليمية، إن كان هذا في برامج التطوير المهني أو في العملية التعليمية في المدارس أيضاً. فبحب أشارك تجربتنا اللي مرينا فيها بمراحل للحصول على الاعتماد الدولي للدبلوم المهني في التعليم من كيب، وهي جهة أمريكية تمنح الاعتماد لمزودي خدمة تدريب المعلمين. فمن خلال هذه التجربة اللي مرينا فيها قدرنا جداً أهمية عملية ضبط الجودة ومعاييرها الواضحة والتوثيق المنظم، فهذا صراحة ساعدنا على الحصول على الموافقة المبدئية حالياً لهذا الاعتماد، وبانتظار الموافقة الرسمية قريباً إن شاء الله. وهي هاي مرحلة تمر بها معظم المدارس، فضبط الجودة مهم والتوثيق مهم جداً. وأيضاً من خلال التحديات التي واجهناها في الآونة الأخيرة تعلمنا أهمية التطوير والتحديث المستمر بناءً على المستجدات، وأهمية أيضاً المرونة العالية والتكيف والاستجابة للظروف الطارئة. ومثال على ذلك تجربتنا في تحويل برامجنا إلكترونياً اللي هي كانت ضمن الخطة الاستراتيجية، ولكن سارعنا فيها مع الجائحة فتم تطوير الدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة إلكترونياً، وأيضاً الدبلوم المهني في التعليم وبرامج تانية كمان تم تطويرها. وحالياً لدينا مشاركين في هذه البرامج من بلدان عربية مختلفة، ومنها أيضاً المملكة العربية السعودية، اللي عم بياخدوا الدبلوم عم بيطبقوه عملياً في المدارس، وأتيحت لهم الفرص لتبادل الخبرات مع زملائهم في البلدان العربية المختلفة. موضوع مجتمعات التعلم المهنية موضوع في غاية الأهمية، والذي يحدث من خلال تشكيل إطاراً للعمل التشاركي في المؤسسات التربوية، ويسمح بتبادل الخبرات والمعارف بين المعلمين الذين يتأملون ممارساتهم التدريسية بهدف تحسين الأداء، وأيضاً يستخدمون نتائج التقويم المستمر من أجل تحسين التعلم. وهذا يحدث عند إرساء ثقافة مجتمعات التعلم المهني في المدارس من خلال عملية تغيير تحتاج إلى التخطيط والمراقبة بدقة. والدراسات تشير إلى استدامة هذه المجتمعات عندما يتم إضفاء الطابع المؤسسي الهوية للمدرسة ودعمها من خلال نظام التعليم. ولنجاح مجتمع التعلم المهني يجب أن يكون القائد مؤمناً بهذه المجتمعات وأثرها في التطوير المهني، وتكون متمركزة حول تعلم الطالب ورفاهيته مع آلية، لازم نتذكر آلية للمراقبة من شأنها الحفاظ على فعالية مجتمعات التعلم المهنية. لذلك من المهم بناء القدرات داخل المدارس لقيادة مجتمعات التعلم المهنية التأسيسية الفعالة. طبعاً بالنسبة لنا إيماناً بأهمية مجتمعات التعلم المهنية كأقوى ثقافة للتطوير المهني المستمر، تم توفير العديد من الفرص في برامجنا لتعزيز تشكيل مجتمعات تعلم مهنية، وخاصة في دبلوم القيادة.
ويتم هذا الشيء ضمن المجتمعات بتقديم التغذية الراجعة بين الأقران بهدف تحسين الأداء، مشاركة قصص النجاح والممارسات القيادية الفاعلة. وهلأ بنيجي للمتابعة والتقييم. فتجاربنا في الأكاديمية علمتنا أن المتابعة والتقييم تدعم المصداقية والتعلم المستمر، وتثري عملية تطوير البرامج بطريقة عملية لأنها تستند إلى الأدلة، وذلك من خلال قياس جودة البرامج التدريبية ومستوى رضا المستفيدين، المتابعة المستمرة وتقييم الأثر والدراسات البحثية لتوفير معلومات متعمقة تستند إلى الأدلة لدعم عملية اتخاذ القرار، متابعة جودة وسير العمل بشكل مستمر من خلال جمع التغذية الراجعة من المستفيدين باستمرار ولكافة الأنشطة التدريبية. وهذا أيضا ينطبق على المدارس لمتابعة الجودة، متابعة التقييم، متابعة قياس الأثر المستمر دائما. وبهذه الشريحة يمكن هي كملخص لما ورد بالشرائح السابقة، لأنه تطوير وتنفيذ برامج تطوير مهني ذات أثر لا يجب أن تستند إلى الأفكار التي عرضت سابقاً والتي تبدأ كدورة، دورة بتحديد الاحتياجات أولاً. ما هي الاحتياجات؟ احتياجات المعلمين والقادة التربويين، وبعد ذلك يتم تطوير البرامج بشراكات مختلفة مع جهات ذات خبرة. دمج التعلم الإلكتروني مهم جداً خاصة في هذه الأيام، وبعد ذلك يتم تنفيذ البرنامج، ويأتي متزامناً مع تفعيل مجتمعات التعلم المهنية حتى تكون الاستفادة أكثر وأعمق، وبعد ذلك قياس الأثر عن طريق المتابعة والتقييم. ومن قياس الأثر ومن الأدلة اللي تظهر بقياس الأثر يبدأ التطوير المستمر للبرامج. ونأتي الآن للدروس المستفادة من خبراتنا في التطوير المهني اللي ذكرنا معظمها يمكن، وأنا عم بحكي بالشرائح اللي قبل، هي كلها صراحة دروس مستفادة. فبهمنا دائماً تعزيز ثقافة التطوير المهني باعتباره حجر أساس في تطوير المدرسة، ولإيماننا بمهنة التعليم وأهميتها على الصعيد المجتمعي والشخصي، والتحول في النظرة، أهمية التحول في النظرة من أنه يكون التعليم مجرد مهنة إلى رسالة. فالمدرسة التي نريد هي المدرسة القادرة على تحقيق الرؤية المستقبلية للتعلم والتعليم. فالنقاط الموجودة في الشريحة هاي فعلاً تساعد المدرسة على تحقيق هذه الأهداف. ومنها ننهي بالتوصيات، ويمكن نقول نظراً للتغير الذي يشهده العالم في هذه الآونة، أصبح من المهم جداً تحديد المهارات الأساسية التي يجب أن يمتلكها المتعلم، لأنه يعني ينظر للمدرسة أنها المؤسسة التعليمية الأولى التي تكسب المتعلم أغلب هذه المهارات، والتي يستند إليها المجتمع بصورة أساسية في تربية أبنائه وإعدادهم للمستقبل. وهذا أكيد لا يحدث إلا بدعم أصحاب القرار، بدعم المستثمرين، بدعم القادة التربويين، بإيمانهم بأهمية التطوير المهني والتحديث المستمر والمتابعة والتقييم. تشجيع المعلم مهم جداً، تشجيعه على أن يكون قائداً للتغيير ومؤثراً إيجابياً على زملائه، ومشاركاً للخبرة والمعرفة عن طريق مجتمعات التعلم التي يتم بناؤها في المؤسسة التعليمية.
تمكين المعلم من العمل بناء على أسس عملية مهم جدا، بحيث تكون ممارسات التخطيط والتدريس والإدارة الصفية والتقويم ممارسات مهنية مبنية على أسس تربوية وعلى نتائج البحوث والدراسات. وشكرا لكم للاستماع. شكرا دكتور أسامة وأستاذة رولا على هذا العرض القيم والمفيد. يعني بناء على معرفتي بكم أقدر أقول إنه كل المعلومات المقدمة تمثل يعني نقطة أو قطرة من بحر عند الأكاديمية ما شاء الله. يعني يمكن من أكثر النقاط اللي لفتت انتباهي في العرض وحتى أثناء زيارتي للأكاديمية اللي هو التركيز على مفهوم القيادة التعليمية أو التربوية، ونتوقع أن الأكاديمية كان لها دور سباق في طرح هذا المفهوم وطرح حتى أدبيات ومنشورات وأبحاث تخص هذه النقطة باللغة العربية. والنقطة الثانية اللي حسيتها برضو كانت جديدة على المنطقة ودحين بدأ الواحد يشوفها أكثر وأكثر، اللي هي الشراكة المجتمعية أو الشبكات اللي أنتم بتخلقوها بين المدارس المشاركة في جميع برامج الأكاديمية، بحيث أنه الكل بيدعم تعلم الطلاب بغض النظر عن المدرسة. وكمان عندكم برامج التقييم والمتابعة اللي ذكرتيها أستاذة رولا في الأخير جدا رائعة، لأنه التقييم بيتم على مستوى المدرسة، كل مدرسة بتجمع البيانات وبتقيم من أدائها بشكل مباشر، وأيضا على مستوى الأردن بشكل عام على المستوى الوطني بتقيموا. يعني عندكم وحدة التقييم والمتابعة يعني جدا مبدعة، وبيصدروا تقارير دورية عن أثر هذه البرامج وكيفية تطويرها بناء على البيانات. يعني أنا نيابة عن كل الحضور أشكركم لأنكم أتحتوا الفرصة لجميع التربويين رؤية كيفية تطبيق الأبحاث على أرض الواقع، يعني بالرغم من كل التحديات، لأنه أكيد يعني كان عندكم تحديات كثير، لكن فكرة إن نحن نشوف هذه المفاهيم وهذه الممارسات على أرض الواقع ونتكلم عنها كده بأريحية وببساطة، معناته إنه كان في شوط كبير أو عمل مجهد قبلها ألين وصلنا أو وصلتوا إلى هذه المرحلة. خلونا الآن نبدأ بأخذ الأسئلة الموجودة عندنا. طيب، من أستاذ عبد الله الأحمري وهو ممارس القيادة المدرسية، سؤاله: أكاديمية الملكة رانيا أنموذج يحتذى به ومركز عربي نفخر به. سؤالي على شقين: الأول، هل هناك أمثلة على أفكار لمشاركة المجتمع المحلي في تطوير عمل المدرسة؟ والشق الثاني، بالنسبة لدبلوم القيادة سيكون أقوى أثر من الدورات بلا شك، فهل وجدتم نماذج قيادية تغيرت وتميزت وكان لهذا الدبلوم أثر كبير عليهم وكان لهم مخرجات جيدة؟ تفضلوا. شكراً ست سارة. أنا راح أدلو بدلوي بعد ذلك ست رولا بتكمل. هلأ أستاذ عبد الله، شكراً على سؤالك الجميل جداً. يعني وجزء انا شخصيا وبقيه زملائي في الاكاديمي يؤمنوا باهميه انخراط المجتمع المحلي في المدرسه. بنحكي عن المجتمع المحلي سواء بنحكي عن اولياء الامور او بنحكي عن المجتمع بشكله الاوسع. واحد من البرامج اللي انا ذكرتها اللي هو اطلقناه البرامج الدعم النفسي الاجتماعي اللي انطلق في 2013، الحقيقه كان فيه مكون رئيسي جدا لاشراك المجتمع المحلي في المدرسه. المجتمع المحلي أولياء الأمور عملوا بعض المشاريع بالتشارك مع أبنائهم، بالتشارك مع المعلمين، فكان هذا نموذج كبير. حاليا برامجنا أيضا نتحدث عن البرامج التدريبية القصيرة أو البرامج الدبلوم المهني الطويلة، محتواها يركز أيضا على أهمية هذه التشاركية مع المجتمع المحلي، بجوز وخصوصا في دبلوم القيادة. يعني احنا واحدة من المؤشرات الأساسية اللي نؤمن فيها حتى يكون مدير المدرسة قائد هو يجب أن يتواصل بشكل فاعل مع المجتمع المحلي، وأيضا انخراط المجتمع المحلي في المدرسة، وهذا يؤدي إلى العديد من المشاريع. أيضا كانت تجربة ناجحة جدا برضو في برنامج التربية البيئية Environmental Education اللي هو كان أصلا الهدف منه هو بناء مشاريع تخدم المجتمع المحلي وانخراطهم في المدرسة، فكان تم تنفيذه في العديد من مديريات التربية والتعليم في محافظات مختلفة، وكان كل مجموعة يعملوا على مشروع يخدم البيئة المحيطة بهم
وطبعاً هذا كله متوفر ويتم قياسه وعرضه إلى آخره والاحتفال بهذه الإنجازات. أما بالنسبة للشق الثاني، زي ما حكيت أيضاً في البداية، إحنا يعني الهدف من إنشاء هذا الدبلوم كان الانتقال والارتقاء بدور المدير من أو القائد من مدير إلى قائد تربوي يركز على عملية التعلم. من هنا جاء إحنا في الأردن في عنا 4 مستويات من القيادة. المستوى الأول والثاني يركزوا على الإدارة المؤسسية، خلينا نحكي، والمستوى الثالث والرابع على القيادة التعليمية. فبالتعاون والتشاركية مع وزارة التربية والتعليم، الأكاديمية طورت هذا الدبلوم حتى يغطي هذه الفجوة. إحنا مدراءنا بدك يعني نطمح إلى أن يكون عندي قائد تربوي يستطيع أن يقود عملية التعلم والتعليم، يستطيع أن يقوم بعملية التقييم الذاتي داخل المدرسة، يستطيع أن يتواصل مع أولياء الأمور، يستطيع أن يحلل البيانات، بأخذ مجموعة 2-3 سنوات اللي يشوف وين نقاط الخلل اللي ممكن يعالجها. الحقيقة بنعرف أنه مبارح مثلاً معالي وزير التربية والتعليم في الأردن كان طالب اجتماع مع بعض خريجين البرنامج القيادة، فمنعرف انه قديش الفرق اللي احدثوه اللي خريجين، واحنا بنحكي عن عدد لا بأس فيه، عدد متواضع تخرجوا من هذا الدبلوم. بنحكي عن تقريبا 500 قائد مدرسة موزعين على كل مديريات التربية والتعليم في الأردن، واي دخول الى اي زائر لهذه المدارس يلاحظ الفرق في طريقة التفكير، في المايند سيت، في عقلية المدير المدرسة، وهذا اللي احنا بهمنا. احنا ما بدنا القائد المدرسة يبقى تفكيره بقالب الإداري، وإنما هو شخص يقود عملية التعلم والتعليم. فالحمد لله في دراسات كثير، ونحن أيضا في دراسات أثر لهذا الدبلوم موجودة ومتوفرة، وبجوز كان قبل يومين كنا ناشرين بعض النتائج المرتبطة بأثر هذا البرنامج. معرفش إذا سترولا بتحب تضيفي شيء. شكرا دكتور، أظن غطيت معظم جوانب السؤال. يمكن أنا بضيف على دبلوم القيادة اللي عم بسأل عنه الزميل، أيضا أهميته بإيجاد المناخ وثقافة مدرسة إيجابية، وهذا الشيء شفناه بمدراء اللي أخذوا البرنامج وطبقوه بمدارسهم وقصص النجاح اللي سمعناها عنهم. المكونات الداعمة أيضاً بالدبلوم مثل الجولات التدريسية، وحدثونا كثيراً مدراء المدارس عن أهمية الجولات التدريسية اللي أصبحت ثقافة موجودة بمدارسهم، واللي دعمت أيضاً المعلمين، وصار في ضمن مجتمع تعلم جديد بالمدرسة، منهجية جديدة للتعليم المتمازج. تطبيق هذه الجولات كان مهم جداً بالنسبة لإلهم. أيضاً الإشراف والتقييم والتعلم المهني المستمر اللي عم يحدث، واللي عم بيأثر أيضاً على رؤساء الأقسام في المدرسة. فإحنا ما عم نحكي فقط المدير، أيضاً رؤساء الأقسام، فأصبح كل شخص بالمدرسة هو قائد، مش فقط، ما عم بحكي عن مدير فقط، وإنما كل شخص بالمدرسة هو قائد، والمعلم هو قائد في صفه. ممتاز. خلينا ناخذ السؤال الثاني من الأخت غادة العمودي. لدي سؤال يتعلق بتعلم مهارة إدارة الوقت خلال اليوم الدراسي. فمن المعروف طار السؤال ثانية واحدة، بس أنا قريت السؤال قبل كده. بتسأل عن كيفية دمج مبدأ التعلم للحياة أو التعلم طويل المدى، أو يعني lifelong learner، في برامج إعداد المعلمين بحيث أنهم هم ينقلوها للطلاب بالرغم من ضيق الوقت في اليوم الدراسي. بترك المجال لرولا تجاوب عليه. سؤال صعب هذا علي. فعلا، بس احنا جدا بهمنا خريج الدبلوم يكون معلم مدى الحياة، لايف لونج ليرنر، مهم جدا. وهذا الشيء بيكتسبه المعلم خلال الدبلوم بطريقة دورة التعلم اللي بيمر فيها. فهو بيمر بيبدأ بالتعلم، ومن ثم
الـ engagement بيكون في ممارسة أيضاً واندماج ومن بعدها التطبيق. وفي كل مرحلة يطلب منه قراءة مقالات، يطلب منه الرجوع إلى دراسات حالة، يطلب منه الرجوع إلى أبحاث، وهذا بيعزز فكرة المعلم مدى الحياة، بينعطى أفكار وأدوات للتعلم وبينعطى فكرة فقط من هاي الأدوات حتى هو يذهب ويبحث عن أدوات أخرى. دائماً بيكون في مشكلة أمام هذا المعلم، ومن خلال هذه المشكلة يتوقع منه حل هذه المشكلة والتعاون مع زملائه للوصول لأفضل طريقة لحل هذه المشاكل. يطلب منه أيضاً من خلال دراسة الحالة أحسن طريقة لمواجهة التحديات في هذه الحالات، فهذا تعلم أيضاً عم بيكتسبه. Recording in progress. نقاط للتطوير أو أي conditions، أي شروط، وبانتظار الاعتماد الرسمي بخلال شهر أو شهرين إن شاء الله إن شاء الله التعليم. ومن خلاله طبعاً كان لابد من إنه نقدم أدلة على أثر هذا البرنامج، وهذا تم لأنه في عنا دراسة حالات، عنا case studies حصلت للبرنامج بالإضافة إلى استبيان كبير. وبالنسبة لدراسة الأثر كانت من خلال ملاحظات صفية، كانت من خلال مقابلات مع المعلمين ومدراء المعلمين اللي كانوا خريجين من هذا الدبلوم، بالإضافة لمقابلات مع الطلاب أيضاً حتى نقدر نقيس أثر الدبلوم، وكانت النتائج جداً رائعة والحمد لله، يعني الأمور مشيت تمام، وقريبا إن شاء الله بناخذ الاعتماد إذا الدكتور بيحب يضيف أي شيء. لا شكرا، كفيت وفيت رولا، لكن هي كيب هي الجهة الوحيدة اللي نحكي داخل الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتعتمد برامج إعداد المعلمين، فالحصول عليها إن شاء الله راح نكون أول جهة داخل في الأردن تحصل على هذا الاعتماد الدولي لدبلوم التعليم، فإحنا فخورين بهذا الإنجاز. بجوز اثناء الزياره كان انه ما في اي ملاحظات او areas for improvement لاول مره بتاريخ الزيارات اللي قاموا فيها، فهذا شيء من التخطيط. الحمد لله البرنامج مصمم بطريقه رائعه جدا نفخر فيها، وان شاء الله رساله الاعتماد الرسمي راح توصلنا خلال شهر نوفمبر او ديسمبر من هذا العام. يمكن لا، ويمكن حاليا يعني احنا عنا مشاركين من بلدان عربيه مختلفه، منها زي ما قلت لك المملكه العربيه السعوديه، عمان، قطر، الامارات، فلسطين، سوريا، الكويت، وقاربنا على انهاء هاي السنه الاكاديميه معهم وحصولهم ان شاء الله على الدبلوم. يعني هو في ملاحظه بجزء بالشات انه هل الالتحاق بالبرامج هذه محصور في الموجودين داخل الأردن؟ أبداً لا، لأنه إحنا حالياً برامجنا عن بعد. حاولت إحنا ما يميز برامج الأكاديمي هو تركيزها على البعد العملي، يعني تقريباً في دبلوم التعليم 50% من الدبلوم يتم تطبيقه داخل المدرسة، فبغض النظر الملتحق هذا موجود داخل الأردن أو خارج الأردن يستطيع الاستفادة منه. دبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة أيضاً هناك بعض الاجتماعات اللي بتصير، لكن التطبيق بين كل مجمع تعليمي وآخر يتم التطبيق داخل المدرسة، ويمكن الالتحاق فيه من أي شخص وين ما كان حالياً الحمد لله. يعني هذا كان واحد جزء من التحول اللي صار في الأكاديمية من العام الماضي. طيب، بس بما أننا بنتكلم عن الدبلوم المهني، هنا في سؤال، هل يحتوي الدبلوم المهني على الشراكة الأسرية أو جانب الشراكة الأسرية؟ هذا المحور موجود في الدبلوم أكيد.
طبعا وهي خصوصا موجود في القياده وموجود في دبلوم التعليم. نعم، اوكي واذا ما واضح. حكيت احنا هذه واحده من المعايير، لانه البرامج مبنيه على معايير دوليه، فالمعايير الدوليه تؤكد على دور مشاركه اولياء الامور او بين التشاركي ما بين المدرسه والمجتمع المحلي. نعم، فموجوده. أوكي طيب، سؤال من مرحلة رياض أطفال ومعلمة رياض الأطفال من أبو ظبي، ممكن تفيدونا عن برامج تنمية مهنية تابعة للأكاديمية تختص بمرحلة رياض الأطفال؟ هل توجد برامج خاصة برياض الأطفال عندكم؟ رولا، هلأ من في برامجنا، في من برامجنا اللي هي مفيدة للجميع، في برامج مثل برامج علم بثقة اللي هي أي معلم بأي مرحلة، واللي هي مبنية على كتاب Teach Like a Champion لدوبلي موف، وعندنا النسخة العربية علم بثقة، واللي بتحكي عن حتى إدارة الوقت، بتحكي عن إدارة الصفوف، ومن أهمها كمان Managing Virtual Classrooms اللي إحنا كتير بحاجة إلها حالياً. عندنا برامج اللغة العربية Literacy، برامج الدعم النفسي الاجتماعي اللي هي أيضا جميع المعلمين بكل المراحل. في الدبلوم المهني عندنا برامج اللي هي للصفوف الأولى Early Grade اللي قريبة جدا من المراحل اللي ذكرت الآن، وأتوقع برامج كل مرتبطة برامج مفيدة. بإدارة السلوك إدارة السلوك نعم، أيضا. فهذه هناك، لكن أنا برنامج دبلوم متخصص في رياض الأطفال مثلا لا يوجد، لكن برامجنا التدريبية فيها مكونات عديدة تغطي رياض الأطفال أو مرحلة الطفولة المبكرة، من خلينا نحكي من 4 ل 8 ل 8 سنوات. هذه المعلومات موجودة على الموقع في الأكاديمية صحيح صح؟ صحيح صحيح. موجود. واي شيء مش واضح ايضا، احنا بيسعدنا انه اي حد يتواصل معنا، كل قنوات التواصل مفتوحه ما بين الاكاديمي ومجتمع التربوي في الوطن العربي. وكمان يمكن بنحب نحكي عن، اسف قاطعتك ساره، عن الموكس اللي هي اطلقناها قبل تقريبا اسبوع او 10 ايام، مجانيه موجوده على الموقع بمجالات مختلفه، منها المانجينج فيرتشوال كلاس رومز، اداره الصفوف الافتراضيه، فهي موجوده جميعها على موقع الاكاديميه. نعم، هذه مساقات مفتوحة للجميع ومتاحة للجميع، مجانية، خدمة من مساهمة من الأكاديمية في دعم المعلم العربي. ففي 4 مساقات تم إطلاقها مؤخرا، ندعو الجميع يستفيد منها. أوكي طيب، هل توجد لدى الأكاديمية أي إنتاج أو دورية بحثية لنتائج البحوث الإجرائية؟ لا توجد دورية معينة، لكن احنا لدينا قسم المتابعة والتقييم والأبحاث، لدينا بعض المنشورات اللي هي بتحكي عن دراسات قياس الأثر، وأيضا بعض الأبحاث المرتبطة بعمل أكاديمي اللي منشورة في مجلات عالمية، لكن احنا لا نمتلك دورية خاصة بالأكاديمية. أوكي. طيب، وكثير أسئلة موجودة هنا أتوقع تمت إجابتها أستاذ طلال أو غير ذلك، عن كيفية المشاركة في برامج الأكاديمية من خارج الأردن، وكيفية المشاركة برضو في يعني عن بعد. هل هناك دراسات حديثة عن أثر التعليم عن بعد؟ حديثة يعني بيعتمد نسبيا حديثة، بنحكي عن 2021 ولا 2020. احنا عملنا دراسة خاصة فينا في الأكاديمية، كانت لي ايضا للتعرف على المتعلمين اللي هم student teacher educators. هل قد يكون دراسات حديثة عن التعلم عن بعد على طلبة المدارس؟ احنا ما قمنا فيها في الأكاديمية، لكن ما في شك انه من خلال قراءاتنا واطلاعنا يوجد العديد من هذه الدراسات متاح ومتوفر، ليس فقط بعد الجائحة وإنما أيضا بسنوات عديدة قبل الجائحة.
يمكن هي مش دراسات، لكن مثل ما ذكر دكتور أسامة، بالنسبة لبرامجنا هل حالياً اللي عم تكون إلكترونياً وعن بعد، وعم نحاول قدر الإمكان ناخذ تغذية راجعة دائماً من المتعلمين، وعم بيظهر عنا قديش المتعلمين عم بيكون عندهم تعلم ذاتي، مهارة التعلم الذاتي عم تظهر جداً في برامجنا اللي هي التعلم عن بعد، بالإضافة إلى متعلم مدى الحياة عم بيحاول يبحث أكثر يعرف أكثر، فعم بيكون مندمج أكثر بالأبحاث، وهي واحدة من الأشياء اللي إحنا انتبهنا لها وكانت واضحة جداً. أوكي. طيب، هل هناك توجه لديكم لاعتماد الخدمات التي تقدمها منصات التعليم الإلكتروني والتي تخدم المعلم والطالب وأولياء الأمور وقياس التفاعل بين جميع الأطراف ومدى أثره على التحصيل المعرفي والعلمي؟ هل هذه أحد خدمات الأكاديمية؟ بالتأكيد لا، احنا مش جهة اعتماد، احنا بتم نسعى للحصول على اعتماد لبرامجنا ولا نمنح الاعتمادات. أوكي. لكن بشكل عام المهندس جسور، أعتقد في توجه بكل الدول العربية ومن ضمنها الأردن لتوجه لاعتماد برامج التي تقدم عن بعد أو التعلم الإلكتروني، ومثلها في الجامعات، ومؤخرا مثلا تم إقرار استراتيجية التعلم الإلكتروني والدامج في الجامعات، ونعرف أن وزارة التربية والتعليم أيضا في الأردن تعمل على وضع استراتيجية خاصة في التعلم عن بعد، فأعتقد هذا المجال قاعد بيكبر ومرتبط فيه أيضا زيادة الجهات اللي ممكن تقدم الاعتماد. طيب، فقط لتذكير جميع الحضور، أتمنى أنكم تشاركون انطباعاتكم عن اللقاء من خلال الرابط الموجود في الشات. أتوقع عجبنا عن جميع الأسئلة. شكراً لك مرة أخرى دكتور أسامة، وشكراً لأستاذة رولا. أنصح الجميع بزيارة الموقع الإلكتروني، اشتركوا في النشرة الأسبوعية للأكاديمية، في المؤتمر السنوي أيضاً. هذه السنة حتسوي المؤتمر ولا كيف؟ عن بعد حيكون؟ هذا شكرا على انك ذكرتنا فيه ست ساره. احنا عاده جرت العاده في الاكاديميه لتنظيم ملتقى مهارات المعلمين السنوي من 2014، بال 2020 توقف بسبب الظروف الحاليه. حاليا تم اعلنا مؤخرا عن ندوه لمده يومين، راح تكون ان شاء الله بنهايه شهر 10. بنحاول نظرتنا للموضوع ايجابيه اكثر، يعني كان التركيز عن الفاقد التعليمي كثير وحديث العالم عن الفاقد التعليمي. احنا نؤمن انه هذه الندوه راح تركز على الجزء الممتلئ من الكاس، وهو المهارات التي تم اكتسابها نتيجه لجائحه كورونا. فان شاء الله خلال بدايه الاسبوع القادم راح يتم الاعلان عن السبيكرز. هذه ندوه دوليه على مده يومين، متحدثين كبار من مؤسسات دوليه وعربيه ايضا راح يشاركونا تجربتهم، حتى نسلط الضوء على الجانب الإيجابي للجائحة، وخصوصا فيما يتعلق بمهارات التعلم اللي تم اكتسابها. نحن لا ننكر أن هناك فقدان للتعلم، لكن أيضا في جانب إيجابي نريد أن نسلط الضوء عليه. فشكرا لتذكيرنا، وإن شاء الله راح تكون هذه ب 25 و26 أكتوبر أو تشرين الأول من هذا العام، وندعو الجميع للاستفادة منها، متاحة للجميع مجانية، فرصة أنه نشوف وين الأبحاث، آخر الأبحاث وصلت فيما يتعلق بهذا الموضوع. شكرا. بإذن الله. أنا كأم لطفل تعلم عن بعد يمكن أكون أول الحضور معكم، أحتاج أشوف الجانب الإيجابي. إن شاء الله نعمل ذلك. بإذن الله. شكرا شكرا ست زارة لوقتك، وشكرا على هذه الدعوة مرة أخرى. شكرا. وبإذن الله هذه ما هو آخر لقاء، يكون بيننا لقاءات وتعاون أكثر بإذن الله. يسعدنا ذلك بأي وقت. شكرا لجميع الزملاء اللي شاركونا بحضورهم. شكرا. مع السلامة. شكرا جميعا. Recording stopped.